النهار وفي الليل لا يتركني. كبار كله انتياب على المدخل وهون كمان شو عم تعملي؟ هولي كلهم يعني يومي تياب للعطا بدنا نعطيهم. بس ما هول تيابك مام، كيف عم تعطي تيابك؟ عندي تياب كتير نايومي وهول ما بقى بدي اياهم، ما عم بلبسهم. إذا ما لبستيهم اليوم فيك تلبسيهم بكرة أو بعد بكرة أو شي يوم. ما تعتلي هم نايومي، عندي تياب كتير، في ناس ما عندها تياب غير ليوم واحد. حلو نفكر فيهم، نفكر بالناس المحتاجين والفقرة. بعدين جاية دورك، هلا بس خلص من تيابي رح نجي نشوف انت شو عندك قصة ما بدك اياها. مام، إذا أعطينا كل تيابي وألعابي ببطل عنا شي. مش رح نعطي نايومي كل تيابك وألعابك، بس أنا أكيد إنه في ألعاب أنت ما بقى عم تلعبي فيهم، وفي تياب ما بقى عم تلبسيهم، صار عندك أجدد منهم. حلو نفكر بالناس الفقرة والمحتاجين، هيك بيعلمنا يسوع. يعني إذا قريبك أول شخص لقريب منك ما عنده تياب، حلو نعطيه تياب، أو إذا ما عنده أكل، حلو كمان نعطيه أكل. في عائلة دايماً بشوفها لما نروح على المدرسة، ما بعرف إذا منتبهتي لهم، ساكنين تحت ببيت على الشارع. دايماً بشوف أولاد عم بيلعبوا تحت كأن من عمري أو أصغر. مش حلو نعطيهم كم لعبة من عنا أو البيسكلات القديمة صارت صغيرة علي بكرة بينبسطوا فيها؟ إيه فكرة كتير حلوة نايومي، بكرة شي مرة بس ننزل بتقولي لي وين ساكنين. بتعرفي إنه العطاء بيقول الكتاب المقدس إنه هو باب؟ باب؟ باب كتير مهم نايومي، إذا أنا فتحته يعني إذا أنا عطيت الله بيعدني ببركات كتير وازدهار على حياتي. وإذا أنا شخص دايماً بحب أعطي ولا مرة رح أحتاج ولا شي، لأنه الله ما رح يتركني ورح يباركني دايماً. بدي أعطي بسخاء لأنه ربي بيعلمني إنه العطاء هو باب للبركات والازدهار، للبركات والازدهار. بدي أعطي بسخاء لأنه ربي بيعلمني. تذكرت في تياب ما عم بلبسهم كتير، تعال أقلك أياهن. يلا قولي لي. جمعنا ثلاثة كيس كبار أنا وخيي كلهم تياب، وكيس كبير كله ألعاب. واو شو حلو، إذا ما أنا كمان أعمل هيك. بعتقد عندي كتير ألعاب من أنا وصغير.
ما بعايزهم والماما ضبت لي اياهم، لازم نبعتهم. مرة على كريسمس على عيد الميلاد تتذكروا؟ الكنيزة وزعت حبش وأكل لعيال كتير. إحنا رحنا وزعنا هدايا للولاد. أكيد كانوا مبسوطين كتير وكان مبين الفرحة وجههم. نحنا كمان بننبسط لما نعطي، وأنا كتير مبسوطة إنه أعطيت هول تياب ولح أعطي بكرة الألعاب لهيدي العيلة. طب تعالوا نلعب روك بيبر سيزر. أوكي. واحد، اثنين، ثلاثة. شو مين عم يربح؟ ماما تنسي تعطيني المصاري لبكرة بالمدرسة. بكرة آخر نهار كتير ضروري. قالت المعلمة ما بروح معهم إذا ما جبتها بكرة. هيدا نوع من العطاء ما كتير منحبه بس مجبورين فيه. عسيرة العطاء والمصاري، في قصة من الكتاب المقدس بتخبر عن مرة أرملة كانت فقيرة وجوزها توفى. مرة يسوع شافها كانت واقفة بالصف مع ناس أغنياء كتير كانوا عم بيقدموا مبلغ من المصاري للناس المحتاجين. بيقول الكتاب المقدس إنه هيدي المرة الفقيرة عطت مبلغ كتير صغير قدام المبلغ الكبير يلي كانوا الناس الأغنياء عم بيقدموه. بس تعرفوا يسوع شو بيقول؟ إنه هيدي المرة الأرملة الفقيرة عطت أكتر بكتير من كل هول ناس الأغنياء. كيف؟ ما أنت قلتي إنه هي عطت مبلغ صغير، هوديك كانوا أغنياء يعني عطوا مصاري كتير. مزبوط كارل، بس يسوع كان عارف إنه هيدي الأرمل مرة الأرملة كانت فقيرة ومحتاجة، ورغم الاحتياج تبعها والفقر تبعها حبت تعطي وتبارك غيرها. بس كيف هيدي المرة الأرملة رح تعيش بعدين ورح تاكل إذا هلأ قطيت كل شي عندي؟ الله أكيد ما رح يترك هيدي المرة الأرملة لأنه هي حبت تعطي وتبارك غيرها، هو رح يهتم فيها. تتذكروا الآية بالكتاب المقدس يلي بتقول اطلبوا ملكوت الله أولاً وكل هدوليك الأشياء التانية الله رح يسدد لنا إياها. كيف تنمو لا تتعب لا تغزل فالله
يعني أنا كنت عم بحمل هم إنه إذا عطيت تيابي حيبطل عندي ولا شيء تلبسه، بس الطيور والأعشاب والأزهار مش أهم مني. إذا الله بيهتم بالطبيعة يعني أكيد بيهتم فيه. لكن خليني أعطي، أنا ومبسوطة. مش معقول شو طيب البشار تبعك ميليسا. ألف صحة وهنا. تعرفوا شي كتير صعب إنه الواحد يكون عم بيعطي غيره إذا هو ما عنده كتير، مثل ما عملت هيدي المرة الأرملة الفقيرة. إذا حدا ما بيعرف يسوع كتير صعب، لأنه ما بيعرف شو بده يصير بعدين. بس يلي بيأمن بيسوع بيعرف إنه الله رح يهتم فيه ويباركه. تعرفوا أوقات الواحد ما بيكون معه مصاري أو تياب أو ألعاب تيعطي غيره، برأيكم كيف يكون بركة لغيره ويعطي غيره؟ في الواحد يساعد رفيقه بالمدرسة إذا في شي بالدرس ما فهمه. حلو. إذا شفت حدا بالمدرسة بالفرصة قاعد لوحده بروح وبعزمه تيلعب معنا أنا ورفقاتي تما يضل لوحده. حلو كتير. في يكون كمان عم ساعد أمي بشغل البيت إذا كانت تعبانة. برافو يا كارل، كل شي قلتوه كتير حلو. في كتير أشياء فينا نكون عم نعملها تنكون عم نعطي ونكون بركة لغيرنا. فيه يكون كمان كلام تشجيع مثلا أو محبة للآخرين. تعرفوا شو بدي أخبركم شغلة؟ تعرفوا الله شو عطينا؟ عطينا أهم شي وأغلى شي، عطينا حياة أبدية معه بالسما، عطينا الخلاص من الخطية ومن الموت، من حياة كلها عذاب وألم وموت وحزن لحياة كلها فرح وسلام وانتصارات. من 2000 سنة الله عطينا ابنه يسوع ابنه الوحيد تيموت على الصليب كرمالنا ويغفر لنا خطايانا ونكون عايشين معه بالسما للأبد. متشجع أن نكون عم بعطي شو مكان لمين مكان. حتى لو بدنا نخبر العالم عن يسوع شو هو عطينا، هاي بتكون بركة لهينا. شو رأيكم تشوف تيمي شو عنده شي خبرنا إياه عن العطاء؟ أوكي. هاي تيمي.
هاي صديقتي نايومي، كيف فيني ساعدك؟ تيمي، أنا وأصدقائي عم نحكي عن موضوع العطاء وعن أهمية العطاء. شو عندك شي تخبرنا إياه عنه؟ صديقتي نايومي، أنا عندي معلومات وقصص كتير حلوة فيني أعطيك إياها. بتحبي تسمعي قصة من الكتاب المقدس عن العطاء؟ أكيد. اجوا بطرس ويوحنا على الهيكل للصلاة الساعة 3 بعد الظهر. شافوا بعض الناس عم يحملوا رجل أعرج ما بيقدر يمشي من وقت ما ولد، وضعوه على باب الهيكل كرمال الناس اللي بتدخل على الهيكل تعطيه مصاري. لما شاف الرجل الأعمى بطرس ويوحنا طلب منهم مصاري، فجاوب بطرس: ما عندي فضة وما عندي ذهب لأعطيك، بس رح أعطيك يلي عندي. باسم يسوع الناصري قوم ومشي. مسك له ايده بطرس وساعده يقوم، فتقوى الجيب الحال. وصار يمشي وينط ويمجد الله. ودخل على الهيكل فرحان، وشهدوا الناس على هيدي العطية والمعجزة من الله لهيدا الرجال. نتعلم من هيدي القصة إنه العطاء كتير حلو، إن كان بالأموال، بالأغراض، بالهدايا، بالمساعدة أو بالتشجيع أو بالبشارة بيسوع المسيح. العطاء هو بركة كبيرة للي عم يعطي وللي عم ياخد، مثل ما بتقول الآية بلوقا 6:36: أعطوا الآخرين فتعطوا. وهيدا كل شي. مرسي تيمي، باي باي. في واحد معي بالصف كتير بخيل، بيضل خايف عغراضه، ولا مرة بيشارك شي مع غيره، وأوقات بيقعد لحاله. لازم روح وقابله عن يسوع وقال له إنه لازم يشارك الأشياء مع غيره. معك حق، كرمالته حتى الله يكون مبسوط منه ويباركه. بس دخلك وين نايومي؟ ما بعرف، قلت 5 دقايق وبتجي. سارة، تتذكر هيدي الاسوارة تبعيتي اللي انت كتير بتحبيها؟ ايه.
أنا حابة أعطيك إياها. واو مرسي نايومي. كارل أنا حابة أعطيك هذا الكتاب. واو مرسي كتير، أنت ما أنت بدك تعطيني إياه؟ إيه هذا الكتاب بيحكي عن العلوم والتجارب العلمية، موضوع كتير بحبه. هذا الكتاب بضل إلي وإلك، بس بدك فيك ترجي تاخديه ساعة اللي بدك. وهالأسوارة فينا نلبسها أنا وياك. أنا كتير مبسوطة أنه أعمل هيك، شو رأيكم نصلي؟ أوكي. يا رب نشكرك على هيدا النهار، علمنا دايما نشارك غلاطنا نحن وفرحانين. يا رب علم خلينا نكون بركة لغيرنا باسم يسوع، آمين. يا رب بشكرك لأنه أنت بينا، بتحبنا، بتحب تعطينا بركات. بارك كل حدا محتاج باسم يسوع، آمين. يا رب بشكرك على هيدا النهار، العطاء كتير حلو، بخلينا نضلنا مبسوطين لما منفرح غيرنا. بشكرك لأنه أنت بتهتم فينا وباحتياجاتنا، آمين. إذا وقت نروح نلتقى مرة تانية، شكرا يا يسوع على كل رفقاتي، وحدك انت تبقى أروع صديق. كل يوم يوم جديد مع يسوع، حياتي كلها نور أصدقائي. كيفكن؟ بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم، وما تنسوا إنه العطاء هو باب كتير مهم بيقول الكتاب المقدس، وبشجعك وبشجعك إنه دايماً تفتحوا هذا الباب وتحبوا تعطوا لكل الناس اللي حواليكن، تتكونوا بركة لغيركن، وكرمال الله يبارككن ببركات كتير وإزدهار على حياتكن. باي.